أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة في هنا الرياض. على مدى ساعتين سنكون معكم في حلقة مخصصة لجولة ولي العهد الخليجية، ونناقش فيها برئاسة الملك مجلس الوزراء يؤكد على تعزيز الروابط الأخوية الخليجية، وأن جولة ولي العهد جاءت حرصا من المملكة على التنسيق والتكامل في كافة المجالات. في محطته الثانية في هذه الجولة الخليجية ولي العهد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي والشيخ محمد بن زايد في مقدمة مستقبلي، توثيق للعلاقات الثنائية وتأكيد على ترسيخ الاستقرار الإقليمي والتنسيق السعودي الإماراتي. فعالية عالية، خطوات متسارعة، نموذج أمثل للشراكات الخليجية والعربية، واستراتيجية العزم، إنجازات تتخطى التحديات. في ساعتنا الثانية مشاهدينا، والتي نخصصها لنتائج ومخرجات زيارة ولي العهد إلى سلطنة عمان، ونتابع فيها مباحثات الأمير محمد بن سلمان والسلطان هيثم بن طارق، تأكيد على الروابط الأخوية والتعاون البناء، وأرفع الأوسمة العمانية لولي العهد اعتزازا بعلاقات البلدين. الرياض مسقط، استثمار للإمكانيات لتحقيق التطلعات، تعزيز للتعاون الاقتصادي بما يخدم رؤيتي البلدين، ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات من الإعلام والسياحة إلى النفط والبتروكيماويات. والبيان السعودي الختامي، السعودي العماني المشترك، مواصلة الجهود للحلول السياسية لأزمة المنطقة، وتأكيد على التعامل الجدي والفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران. ابقوا معنا. أحييكم مجددا مشاهدينا، ورحب بضيفي هنا في الاستوديو رئيس مركز الخليج للأبحاث دكتور عبد العزيز بن صقر. أهلا بك دكتور. أهمية هذه الزيارة بعد قمة العلا قبيل القمة الخليجية المرتقبة هنا في الرياض. أولا مساء الخير لكم مشاهدينا. في الحقيقة زيارة سمو ولي العهد حفظه الله لدول الخليج قبل انعقاد القمة الأسبوع القادم في الرياض إن شاء الله في المملكة حتكون لها أهمية التوقيت، لأن هنالك مجمل قضايا يبحث فيها. أولا في مستويين في البحث في القضايا، مستوى العلاقة الثنائية بين المملكة وكل هذه الدول الخليجية الخمسة التي يزورها، وأيضا هنالك مستوى على المستوى الإقليمي والدولي. تخلصت الحمد لله دول الخليج من التهديدات الداخلية، وعلى رأسها كان الإرهاب، ونجحت نجاح كبير جدا في مكافحة الإرهاب، فلم يعد الإرهاب كعمل داخلي في دول الخليج مهدد كبير كما كان عليه في السابق. ولكن الأجندة الآن المهمة بالنسبة لدول الخليج هي أجندة إقليمية، والسؤال الذي يطرح نفسه بالدرجة الأولى هنالك موضوع اليمن، لأنه التهديد في اليمن، اليمن مع الأسف الحوثيين مدعومين إيرانيا، ولذلك مهم جدا أن نفهم تطورات الوضع في اليمن، علاقة إيران يعني بالحوثيين، وكيف سوف يتم معالجة هذا الوضع. إيران نفسها والعلاقة معها لها ثلاث جزئيات، في جزئية خاصة بالبرنامج النووي والصاروخي والأمن البحري، وهذه مسؤولية دولية. ولكن الإشكالية هنا لو فشلت المفاوضات ما هي النتيجة، ولو نجحت المفاوضات وإبقاء على ما يسمى باتفاق الجي سي بي وإي اتفاق 2015 ما هي النتيجة. في كلا الحالتين لها أضرار علينا. إذا نجحت المفاوضات واستطاعت إيران أن تبقي الموقف والالتزام الدولي على 2015، فهذا يعني تهديد أيضا بالنسبة لنا، لأن إيران استطاعت بالوضع الحالي أن تصل بنسبة التخصيب إلى نسب عالية 60%، وزادت من نسبة الطارد المركزي لديها. إذا فشلت المفاوضات فهذا أيضا سوف يكون له تهديد بالنسبة لنا، لأن إيران سوف في كلا الحالتين الوضع وكيف يتطور في إيران سوف يكون له انعكاس. أيضا هنالك بعد العلاقة الثنائية مع إيران، كيف اندفعت بعض الدول الخليجية لمصالحها القطرية ولم تغلب المصلحة الإقليمية في العلاقة، وهذا قضية مهمة جدا أيضا، كيف تتوجه الدول في علاقاتها الثنائية مع إيران. أيضا العلاقة مع تركيا، لأنه وهي دولة إقليمية لاعبة ومهم جدا، كيف راح تكون العلاقة فيما بين بعض الدول الخليجية، وكيف ترسم سياسة خليجية موحدة لهذا الإطار. في الإطار الدولي عندنا ثلاث أشياء مهمة، لكن دعنا نتوقف هنا قبل الإطار الدولي. إقليميا إيران، هل تعتقد بأن التعامل معها بحاجة إلى مراجعة الآن؟ تركيا وعلى لسان الرئيس رجب طيب أردوغان أكد سعيه لتطوير العلاقات خاصة مع السعودية وبقية دول الخليج، وأيضا مع مصر، لكن نتحدث هنا عن دول الخليج. ف
فبالتالي بلورة موقف مشترك، تفاهمات، توافقات من خلال هذه الجولة الخليجية التي يقوم بها ولي العهد، هل تعتقد بأن ستكون لها الأولوية؟ بالتأكيد، لأنه التهديد الأكبر بالنسبة لنا في المنطقة هو الوضع، يعني ما يمكن أن تداعيات الاتفاق وعدم الاتفاق بالنسبة للاتفاق النووي في المفاوضات الدول 5+1. وزي ما قلت لك، إذا فشلت تداعياتها كبيرة، وإذا نجحت أيضا لها تداعياتها. فهذه كلها راح تكون عامل. تركيا طبعا استيقظت من سباتها وشعرت بأن علاقتها مع المملكة لها أهمية كبرى. طبعا الرئيس أردوغان يزور قطر يعني في هذه الأيام، ولكن مع هذا المملكة بقيت مواقفها واضحة فيما يتعلق بتركيا. تركيا دولة مسلمة، لها علاقة جيدة، لها تاريخ وحضارة يعني لا أحد ينكرها ولا أحد يساوم عليها، ولكن تركيا انتهجت النهج الإيراني في دعم جماعات إسلامية سياسية معينة، واستخدمت البعد الطائفي كوسيلة لبسط النفوذ. احتوائها لهذه الجماعات مرفوض جدا. استخدامها البعد الطائفي كوسيلة لبسط النفوذ هذا مرفوض جدا. فإذا تركيا عدلت من سلوكها، بالتأكيد كل دول الخليج، لأن المملكة انطلاقها مع تركيا ليست المنافع الاقتصادية، المملكة أعمق في هذه العلاقة مع تركيا. يمكن بعض الدول الخليجية لها مصالح اقتصادية استثمارية معينة كذا، لكن المملكة القضية أعمق وأكبر بكثير، ولذلك تركيا تعي هذا الدور وتعي أهمية هذا الجانب. في البعد الدولي إذا سمحت لي، إلى البعد الدولي، عندنا ثلاث أشياء. هنالك بداية حرب باردة، والحرب الباردة هذه بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، وهذه المواقف بالتأكيد راح تنعكس علينا في دول الخليج في مواقفنا، لأنه نحن نعتبر حلفاء الولايات المتحدة، وهنالك شراكة قوية بين دول الخليج والولايات المتحدة. فأيا كان مثل ما فرض علينا في وقت الحرب الباردة مواقف معينة بالنسبة لنا مع الجانب الأمريكي في مواجهة الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت، الآن نحن أمامه. هنالك قضايا معلقة من تايوان بالنسبة للصين، وهونغ كونغ، وأيضا يعني بعض الملفات الأخرى اللي مع روسيا. قضية النفط وتسعير النفط وأهميته، دول الخليج كلها دول نفطية ومنتجة، فيك حينما يكون في تدخل دولي خارجي للتأثير على أسعار النفط له أيضا تأثير علينا في هذا الجانب. فاللي أنا أقصده أن الملفات الدولية بأهميتها والملفات الإقليمية هي التي تستوجب منا وجود سياسة خارجية واضحة وسياسة توافقية بين دول الخليج تغلب المصلحة الإقليمية على المصلحة القطرية للدولة. هل تعتقد بأننا قريبون إلى حد كبير من تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين بالتكامل الاقتصادي والسياسي والمواقف الدولية الموحدة تجاه كل هذه القضايا التي تهدد دول الخليج مجتمعة، أو على الأقل يعني تهمها بشكل كبير كل دولة فيها؟ كل دول الخليج تعي أن التحدي في العقد الخامس لهذا المجلس بدأ، وبدأ يعني كورونا والكوفيد 19 وإشكالياته وتداعياته الاقتصادية، وبحمد الله لأن هنالك قدرة اقتصادية جيدة لدول دول الخليج استطاعت أن تتعامل مع هذا الوضع بالرغم من انخفاض أسعار النفط اللي حصل في البداية وهذا. ولكن أيضا خليني أرجع أذكر في نقطة مهمة جدا أشار لها مجلس الوزراء اليوم فيما يتعلق بالوحدة الخليجية واللحمة. هنالك ما زال تباين في وجهات النظر بين قطر والبحرين، والمملكة قادرة أن تلعب دور كبير في التوفيق، لأن المملكة هي الدولة الأكبر والحاضن الأكبر في هذا المجلس، وتستطيع بإذن الله تعالى بالحكمة والحنكة السياسية الموجودة وتقريب، لأن ما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا لا سمح الله. فأيضا تقريب وجهات النظر، حتى الاجتماع القادم بين قطر والبحرين يمكن أن يكون في الرياض في الأمانة العامة مجلس التعاون، يتم بحث النقاش وبعدها يتم تبادل الزيارات. قطر والإمارات بدأت اللقاءات يعني صارت بينهم في الكويت وفي الرياض، وبدأت يعني في وضع يعني جيد جدا. وأمس أنا كنت سعيد أني أرى صورة سفرائهم في الأمم المتحدة مع بعض، وهذا كان يعني صورة جميلة تعكس أن الدول الخليجية. وأنا دائما أؤكد أن أسباب ودوافع قيام مجلس التعاون الخليجي في مرحلة معينة حينما كانت سياسية وأمنية، بقاؤه واستمراره هو حق من حقوق أبنائه، والقادة يعون هذا الأهمية، ولذلك هم دائما يدعمون في هذا الخط وبشكل واضح. سأواصل معك دكتور عبد العزيز، بإذن الله ستكون الصورة أجمل في القمة الخليجية المرتقبة في أبو ظبي. تستكمل زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات، وتستكمل مشاهدته العلاقة البينية من تطور
مثل أنموذجا في التعاون العربي العربي. نتابع. طيب أعود إليك دكتور عبد العزيز مجددا. موضوع القضايا في المنطقة لا تبدو هناك اختلافات كبيرة في وجهات النظر بين دول الخليج تجاه كل هذه الملفات، الملف اليمني، العراقي، اللبناني، الأزمة الليبية، الأزمة السورية، السودان، ماذا يمكن عمله؟ يعني بالتأكيد يعني حتى وإن كان هنالك تباين في بعض المواقف ولكنها هو اختلاف في وجهات النظر أو في كيفية التعامل مع بعض القضايا، وليس خلاف لا سمح الله. لكن هذه الزيارة ومواجهة سمو الأمير محمد الله يحفظه مع كل القادة في هذه الدول والحوار المباشر فيما بينهم بالتأكيد راح يكون يعني الجميع رحب ترحيب يستاهله سمو ولي العهد يعني بهذا التقدير وبهذا الشأن. والفرحة الشعبية اللي يعني لمستها في عمان، كيف قدر الشعب العماني هذه الزيارة وفرحتهم بها، كان إحساس للأمانة شعبي أكثر من كونه فقط رسمي على المستوى الرسمي. بروتوكوليا كان يعني استقبال يليق بسموه، لكن أنا أرجع أقول أنه كل هذه الملفات سوف يتم نقاشها لأننا بحاجة إلى موقف موحد في لبنان. حزب الله المدعوم إيرانيا موجود في لبنان، فلا بد من أيضا التعامل كيف نريد لبنان أن يكون، كيف نريد سوريا التي هجر منها 8 مليون مواطن سوري على مناطق، كيف نريد أن نتعامل مع سوريا، السودان وما يحدث فيها الآن، الصراع في أثيوبيا وعلاقة السودان ومصر دولتين عربية بهذا الوضع، أمن البحر الأحمر وهو منظومة مهمة بالنسبة لنا في هذه، فهي ليبيا وتطورات الوضع يعني في ليبيا وانعكاسها، بمعنى أن المملكة ترى أن أحد التهديدات الإقليمية لها ولدول الخليج هو التدخلات الخارجية في الشأن العربي الذي تولد التوترات، وهذه التوترات تنعكس على أمن المنطقة. فلذلك هي معنية بشكل كبير جدا أن يكون هنالك أمن واستقرار في المنطقة، والتعامل مع كل ملف بأجندات واضحة وصريحة، الهدف الأساسي فيها الأمن والاستقرار، سلامة الوضع، التنمية الاقتصادية في ذلك البلد، دعم هذا التوجه بشكل جيد. لا غضاضة، ربما في كل دولة تبحث عن مصالحها سياسيا اقتصاديا وغير ذلك، ولكن إذا كانت هذه المحصلة النهائية لكل هذه المصالح متوافرة في موقف واحد خليجي، مجالس التنسيق الموجودة الآن إلى أي مدى تعتقد بأنها قد تساهم في بلورة موقف موحد سياسيا دوليا تجاه كل هذه القضايا الإقليمية والدولية؟ كل المجالس التنسيقية مهمة، يعني مثلا مع الإمارات هنالك 60 تقريبا اتفاقية أو موضوع أو انيشيتيف يعني طرحت، ولجان مستمرة تبحث في هذا. التنسيق السياسي في بعض الأحيان قد يكون أعقد شوية لأنه ربما يكون هنالك مصالح أكثر فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، توازنات، ولكن المملكة ترى أنها هي دائما مستعدة أن تقدم ما يجب أن يقدم لاحتواء واحتضان هذا الموقف الخليجي. أنا كثير أعول على حكمة وحنكة القادة الخليجيين، استشعارهم بالأهمية، التحديات التي نمر بها في العقد الخامس لمجلس التعاون الخليجي، تجاوزنا لهذه التحديات بحمد الله، مرت تحديات صعبة من بداية الثورة الإيرانية إلى الحرب العراقية الإيرانية إلى الغزو العراقي للكويت إلى الاحتواء المزدوج اللي قامت به الولايات المتحدة إلى ما سمي بأحداث أفغانستان في 2001 في ذلك الوقت، وأحداث نيويورك وتداعيات الوضع إلى الربيع العربي إلى الآن كوفيد يعني كورونا وتبعاتها. هذه كلها تحديات كبيرة وتحديات إقليمية وتوترات إقليمية. الحرب مع اليمن قاربت 7 سنوات الآن، ولكن مع هذا الحمد لله بسبب الصمود الواضح، ولأننا لا نريد شيء من اليمن، المملكة هي المعتدى عليها، هي التي أطلق على أراضيها 450 صاروخ، هي التي جاءت قوة إقليمية مثل إيران وتدخلت، هي التي هددت أمن الممرات البحرية. كلنا دول لنا بحار ونعتمد على البحر كوسيلة، فالأمن البحري قضية تهمنا جميعا كلنا، وبدون وجود منظومة أمنية يعني هنالك الآن طرحت 5 منظومات من ناحية ما يسمى ب security structure، منظومة أمنية للدول. الأمريكان طرحوا منظومتهم ومقترحهم، الروس طرحوا، الصينيين طرحوا، الأوروبيين طرحوا، والإيرانيين طرحوا، ولكن نحن الآن خليجيا يجب أن نطرح، ربما نأخذ من أحسن ما يوجد في هذه الخمسة ونطرح إحنا وجهة نظرنا فيما يتعلق بمفهوم أمن الخليج وكيف نراه دون إقصاء أي طرف، ولكن بالتأكيد تمام أن يكون هنالك احترام للسيادة ولكل دولة وعدم التدخل في شأن الداخل. سنواصل دكتور.
رحب ولي عهد أبو ظبي بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقال الشيخ محمد بن زايد عبر تويتر إن البلدين تمضيان في تعزيز العلاقات الأخوية والاستراتيجية الراسخة والتكامل الاقتصادي والتواصل والتشاور بين الأشقاء ركن أساس في مسيرة تعزيز العمل الخليجي المشترك. وتنطلق العلاقات السعودية الإماراتية مشاهدين من إدراك قيادتي البلدين بالمصير المشترك، وأن اجتماع كلمتهم لصالح الخليج ودوله والمنطقة بقضاياها الساخنة والمتشعبة. نتابع. وصل معك دكتور عبد العزيز مجددا المنظومة الأمنية والدفاعية لدول مجلس التعاون الخليجي. منطقيا السعودية هي الأكبر سواء من الساحة الجغرافية عدد سكان، وبالتالي عليها العبء الأكبر أن تكون صمام أمان لهذه المنطقة، منطقة الخليج. ولكن ما المطلوب لتطوير هذه المنظومة الدفاعية الأمنية الاستراتيجية والاختيار من كل ما طرح سواء من الولايات المتحدة أو من روسيا منظومات أو من الصين وغيرها؟ أولا في توافق خليجي على مركزية القيادة ولا مركزية التجهيز والعتاد، بمعنى أن القيادة الحمد لله الآن تم افتتاحها في الرياض. القيادة المركزية للقوات الخليجية راح تكون هنا في الرياض. القدرات اللي موجودة عند كل دولة حتى باختلاف أنواع التسليح اللي موجود، يعني في بعض الأحيان مهم جدا يكون في المحاكاة بين الأنظمة العسكرية، ولكن هذا يعني يعول العسكريين بشكل جيد. أنت تبني على قدرات الطرف الآخر وإمكانياته أيضا اللي موجودة عنده باستخدامها. أولا أنت تبدأ بتحديد المخاطر والثريت أسسمنت نسميه، تحديد التهديدات والمخاطر التي تهدد المنطقة، ما هي وأين هي وكيف تكمن وكيفية التعامل معها. على ضوءها أنت تحدد نوعية الاستجابة والرد لهذه، على ضوءها تحدد إمكانيات كل دولة خليجية الموجود حاليا وما يجب تطويرها في هذا الجانب، على ضوءها تحدد إذا أنت تحتاج أن تستعين بقوة خارجية مهمة صديقة من الدول اللي أنت ممكن تستخدمها وتتعامل وتستعين بهذا الجانب. لكن أنا بالنسبة لي أشوف أنه طالما هنالك في توافق في الرأي السياسي والقيادة السياسية، طالما أن هنالك ما يسمى بالإرادة السياسية موجودة، يعني راح يتم التغلب على هذه، مثل ما تغلبنا على كثير من القضايا الاقتصادية وأوجدنا سوق خليجي مشترك وتعرفة جمركية جيدة وأوجدنا المنافذ برية يعني متميزة وتنقل بالهوية بين الدول الخليجية. يعني تم تحقيق يعني يعني أنا اعتقادي واحدة من أيضا التحديات للعقد الخامس هو الحفاظ على مكتسبات ما تم تحقيقه وتطويره، ويعني وتطويره إلى مرحلة أكبر وأفضل يعني مستقبلا. لكن المنظومة الأمنية ومفهومها هي يجب أن تنطلق من دول الخليج، ودول الخليج تعي، يعني دول الخليج بالتحديد هي لا تريد استعداء لا إيران ولا العراق ولا تريد استعداء اليمن، هي تريد أن تكون هنالك منظومة متكاملة، لأن جميعا نشترك في بحار ونشترك في مصالح ونشترك في مضائق ونشترك في أشياء كثيرة. لكن أيضا في بعض الأحيان تضطر أنت حينما لا يقبل الطرف الآخر الدخول في المفاهمة أن تتريث، أن تتأنى، أن تقدم حلول، أن يتغير. لكن دكتور ما هو مطلوب من دول الخليج على الصعيد الاستراتيجيات وبلورتها؟ هو مطلوب أيضا من الدول العربية، ولكن هناك يعني على فكرة الدول عجز واضح. دول الخليج رحبت بمشاركة مصر والأردن في الاجتماع الذي تم من أسبوعين في الرياض لما كان المبعوث الأمريكي الاتفاقية النووية JCPOA كان موجود السيد روبرت مالي. حضرت مصر والأردن بطلب من دول الخليج، لأنه إحنا نعي أهمية البعد العربي في هذا التوافق وفي هذا الرأي وفي الرد على التهديدات والتعامل معها. لكن على الأقل مثل ما قال ولي عهد أبو ظبي أنه التواصل والتشاور بين الأشقاء ركن أساس في مسيرة تعزيز العمل الخليجي المشترك، حتى وإن لم نصل للهدف المنشود بشكل كامل، إلا أن استمرار هذه الزيارات وهذه الجولات وهذا التشاور يبعث التفاؤل والطمأنينة في نفوس الشعوب. صحيح. على فكرة في البعض مثلا كان يردد أن هنالك تباين في بعض المواقف بين دول خليجية، وهذا ما في إشكالية. يعني قد ترى دولة خليجية أنه مصلحتها يعني البدء في مد جسور مع دولة أخرى كان لها موقف سلبي من دول الخليج وكذا، وهذا شيء طبيعي يحصل طالما أن قمة الهرم وقمة المفاهمة تمام، بمعنى أنها لا تتضارب المصالح فيما بينها وإنما قد تختلف طرق التعامل فيما يتعلق ببعض الملفات، وهذا ما شاهدناه في الفترة الأخيرة. مثل الدول الخليج العربي أنموذجاً
لحل الخلافات وللتغلب على الأزمات. صحيح. سواء التي فرضت عليها حرب الخليج الأولى الثانية وغيرها أو الخلافات البينية، وهذا ربما ما تحتاجه أيضا الدول العربية في هذا الوقت لتصفير أزمات المنطقة إن أمكن. والله أنا أتمنى، لأنه يعني ما في أي مصلحة أن يكون هنالك في إشكاليات، يعني سواء الإشكال الجديد اللي هو سحب الجزائر لسفرائها من المغرب أو بقاء هذه الإشكالية موجودة، أو يعني بعض الإشكاليات الأخرى مصر والسودان مع أثيوبيا، لكن بقدر ما يكون في دور فاعل لدول الخليج هي دائما تستطيع أن تسهم يعني في المفاهمة. وإحنا نعلم أن كثير من دول الخليج ساهمت إسهامات كبيرة في أن تكون هي المنطلق للمفاهمة. شفناها في أريتريا وأثيوبيا حينما تم المفاهمة في أبوظبي وفي جدة حصل اتفاق، شفناها مع الأفغان في السابق يعني كيف كان الدور موجود، شفناها يعني مع فئات ومع أطراف أخرى. فأيضا وجود موقف خليجي متجانس يتعامل مع المصلحة الكبرى للمنطقة بشكل أفضل وأقوى يستطيع أن يسهم في حل كثير من الخلافات، لأن هنالك قدرة سياسية وقدرة دولية وبعد دولي موجود عند دول الخليج، وهنالك قدرة أيضا اقتصادية تستطيع أن تدعم كثير من هذه المواقف. طيب باختصار، أنت كرمت إذا ملفات مشتعلة في المنطقة أو العراق سوريا. نعم. اليمن، استقرار هذه الدول، لكن هذه الأقراب، استقرار هذه الدول استقرار لدول الخليج العربي بالتأكيد، لأنها تشاطرها حدود. يعني العراق عندنا حدود مع السعودية ومع الكويت، اليمن له حدود مع السعودية وعمان، فلذلك الاستقرار في اليمن وفي العراق وفي هذه الدول مهم جدا بالنسبة لدول الخليج، وينعكس انعكاس كامل وكبير. أمننا القومي لا ينتهي عند حدودنا، ولكن يذهب إلى حد أبعد حد في الجار. إذا كان العراق جار فأقصى الشمال في العراق بالنسبة لنا هو أمن قومي يعتبر، وأي إشكاليات تحدث في العراق لها انعكاسات علينا كبيرة. وعلى فكرة دول الخليج داعمة ومؤيدة، ولاحظنا هذا في البيان الرسمي اليوم اللي في صدر في مسقط، بأن يعني هنالك دعم للانتخابات في العراق، وتمنياتنا إن شاء الله أن يسود الأمن والاستقرار في العراق. أنا أشكرك دكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، شكرا لحضورك ووقتك معنا. شكرا.